الخليج اللي كثر زوي اللي بدينا مع بعضنا معناتها في لجنه المساله هذيا شفسر الدار بالطبيعه من بعد باش يكون فما داخلين وخلين يزيدوا يكسروا لكم شنو لبست بالضبط اللي صارت بعد ما قررنا نحلوا معناها ملف جابر المجري للعفو الرئيسي باش المفروض معناها كان يكون يتبرع به في العيد. مرسي هندسة. الكلكم سمعتوا بجبر 7 سنين ونص حبس على خاطر كاريكاتور في فيسبوك. ما مش كلنا نعرفوا الاتهامات هي 5 سنين على خاطر المس بالنظام العام وعامين على خاطر الإساءة بالغير على الشبكات العمومية و6 شهور أخلاق حميدة. في وقت بن علي هذه الحكايات ما هي شغريبة، لا ثم حرية تعبير، لا ثم حرية شخصية. اللي يحكي حاجة ويعبر على رأيه وما يعجبش النظام يلقى روحه في بوفرة. كنا نعرف القوانين هي سنها بن علي للحد من الحرية العامة والفضية وطبقها على منصف مرزوقي، على محمد عبدو، على مفيد بوكدوس، على أحمد همامي، على توفيق بن بريك، على زهير يحيى. والنظام الحالي يطبق في نفس هذه القوانين. أما على القليلة في وقت بن علي كانت فاتورة أرخص على خاطر حد من هذوما ما خلط حكم متاعه 7 سنين ونص. بون، في الأول قلنا الحكم الابتدائي اللي خرج في مارس استعجلوا فيه وبلكش المحامي ما حذرش وثماشي التباسات في القضية ولا حكايات عطم السنة والاستناء بلكش توجينا حكم موضوعي خير وصفا اتخو غيرزي. للأسف الاستئناف أكد نفس الحكم 7 سنين ونص هذي في جوان 2012 حتيك الأفريل 2013 دونك بعد 10 شهور من اللي خرج حكم الاستئناف ومن بعد بخيسك عام من اللي جابر في الحبس محكمة التعقيب ما عطتناش داتنا جلسة. وقتها جابر قال فقد الثقة بالقضاء وطلب باش يسحب المطلب نتاع التعقيب وصار وقتها الحكم النهائي. كيف صار الحكم النهائي قلنا به توا نعملوا مطلب عفو رئاسي، توا ما عادش فيها لا استقلالية قضاء لا حتى شيء، حقنا معناها نعملوا عفو رئاسي. سورتو كو منصف مرزوقي في خطابات عملهم في بريز قال انا كيف ولي الامر في يدي نعفي عليه ونعفو زاد الرئيس هو بيدو تعذب على الافكار نتاعو وكان رئيس الرابطه وكان مام خدم نستي انترناسيونال دونك نورمالمون باش يتفهم القضيه هذيا. حاسيلو عملنا مطلب بعثناه للوزير العدل وقعدنا بربشو كيفاش نجمو نشوفو دي رونديفو باش نخلطو للكازيدونس. نخلي مدام خديجة تحكي لنا على انترفيو كون اوي في القصر. انا نحب ان نذكر باسم الفيدرالية أولية لحقوق الانسان لفيدياش حاب المسار القضية هذه احنا مهتمين بكل قضايا حقوقية والحريات وبالنسبة لنا معناتها كان الموضوع هذا موضوع مهم جدا وخذينا فيه موقف وحسسنا معناتها بالسلطات المعنية الكل طلبنا مواعيد عدة مرات. نجم نقول لرئيس الدولة شفناه مرتين باسم الفيدرالية ومرة مع جمعية نساء وطرحنا موضوع متاع جابر برادي معناتها وكل مرة كما قلت وكوثر معناتها يعدنا وقت يتوفى من استقلال القضاء وقت يتوفى القضية معناتها ويصير حكم أنا الصلوحيات متاعي باش يطبق. صار اللي قلته وكوثر طلبوا مني أنا معناتها عضو في الفيدرالية كيفاش نطلب موعد لرئاسة. في الحق طلبت موعد من الأول طلبنا موعد مع الوزير المستشار نتاعو الأول اللي هو سي عزيز قريشي وقبلنا أعطانا موعد حسسناه الموضوع ولقيناه معناتها اللي هو مقتنع بالقضية ومشينا احنا الكوميتي دو سوتيان معناتها لجنة المساندة لجابر الغازي وأنا باسم الفيدرالية وحكينا معاه وما كانش عندنا معناتها
ما لقيناش حاجه اللي احنا باش نزيدو نقنعو. لقيناه مقتنع بالقضيه وقال انا ما عنديش المسؤوليه اما نوعدكم اللي هذا باش نوصلو للرئيس الدوله واللي هو حقوقي ومعناتها ونفكر اللي باش نوصلو ان شاء الله الاجابه تكون ايجابيه. بالاخص احنا نعرفوا اللي هذه صلاحيات الرئيس معناتها باش تجي معناتها الفيد دو لا ريبوبليك معناتها العيد الجمهوريه ومن بعد ثم العيد قلنا معناتها باش يصير معناتها باش يصير عفو نحبوا جبر يكون هو في وسط الليست هذيه. فكان الموضوع معناتها بالنسبه لنا محسوب حابين نحسوا رئيس الجمهوريه. وبكل صراحه نقولها اليوم معناتها كان ثم امكانيه باش نشوفوا رئيس الجمهوريه احنا كمجموعه. وانا واحده من الناس قلت نقبل باش نمشي نشوف رئيس الجمهوريه لان ثم قضايا حقوقيه وقضايا معناتها نتاع حريات اللي لازم نحسوا. وكنت نفكر بكل صراحه اللي هو كرئيس معناتها الراجل السياسي وراجل الحقوقي. كنت نفكر اللي الحقوقي يخضع على السياسي مش العكس. وهذا كان معناتها وقت صار نقاش معاه نهار اللي شينال وما كنتش وحدي وحسسنيه معناتها كانت عدة قضايا ماهيش قضية جابر بركة أما نحب نقولها علنيا. وقت اللي جبدنا قضية جابر وكانت ثم قضية أمينة وكانت ثم قضية السيدة وعن النساء معناتها عدة قضايا وقضية الحريات وحقوق الإنسان وشنو اللي صاير في تونس كان بالنسبة لجابر هو عطانا عدة معناتها طمانات. وبالنسبة لجابر قال ساسخافي معناتها كلمة بالنسبة لينا كانت واضحة ما فيهاش التباس. اللي معناتها المفاجأة بالنسبة لينا كل وبالنسبة ليا معناتها باسم الفيدرالية معناتها مفاجأة كبيرة نفطن اللي كنت نخم وصار عكسه. كنت نخم اللي الحقوقي باش هو يفوق السياسي اللي يصحني ويحزنني زادا اللي رئيس سابق للرابطة مناضل اللي هو بيدو ما تتعذب وحس شنو الحبس وشنو الظلم يجي في قضية كما قضية جابر وغازي وتجيه الفرصة وما فماش مش الاستقلال القضاء وهذه صلوحيات نتاعو ونقولها هي صلوحيات محدودة. أما عنده صلوحية باش يفض مشاكل كما هذه ومعناتها ما يعملهاش كانت بالنسبة لنا وبالنسبة لي مفاجأة كبيرة ومعناتها نحزن على تونس اللي يوصل رئيس الدولة متاح وحقوقي ويعرف شنو الوضع السياسي وما يتبنيش من بنيوش ديمقراطية اليوم كان من تموش بالحقوق المبادئ الحقوقية والقيم هذوما باش نوصل البناء الديمقراطية مش ليه المبادئ والقيم لازم احترامهم ونبنيو عليهم باش نوصل الديمقراطيه. والحاجه الاولانيه اللي باش نبنيو عليها توا قاعدين ننساو الناس تحكي على السياسه وتعرف شنو اللي تعمل ومعناتها مهمشين قضايا حريات ومهمشين قضايا حقوق الانسان. وهذا مهدايا اللي يخليني نحزن ويخليني نحزن اكثر اللي اليوم معناتها رئيس دوله اللي هو مش بحكي على علاقات شخصيه اللي كنا معاه اللي نظل جميع واللي نعرفوا شنو اللي هو صار له يجي يوم ما يحسش على شخص اللي هو مظلوم. نحب نفكر حاجه اللي كوثر ممكن تقولها بعد سامحني اللي الحاكم ما حكمش على جابر على حيث معناتها حريه المعتقد وكل قال حرفيا قال هذه حق حقيقه هذه مشكل حريات ومشكل حريه المعتقد ومشكل تونس احنا موجود الحريه هي موجوده في الدستور وموجوده في الاتفاقيات اللي ساقط عليها تونس ولهذا انا ما نجمش نجي ضده. معناتها جاوا جابوا له معناتها قوانين اخرى اللي هي تمس معناتها مس بشان النظام العام معناتها ويحكموا به معناتها بهالقسوه هذه مش معقول ومش مقبول. وانا نعود نقول يأسفني اللي رئيس الدولة اللي كانت اللي صلوحيات محدودة وكانت عنده صلوحية باش يعاون وباش نقدمه
بالنسبة لنا نقدموا باش نحققوا الحريات اللي كنا مقموعين من أجلها ونحققوا احترام حقوق الإنسان ونفرجوا على الناس المظلومين على خاطر اللي قاعدين يمسوا في الشان حق عام في الشارع ومولودين وفي المساجد وكل يوم يناديوا للعنف وكل يوم يمسوا فيه الحق العام وهما يدوروا حرام. مانيش انا باش نطلب نخلي القضاء هو اللي يعمل، انا نحترم ياسر القضاء وان شاء الله يكون في المستوى لخاطر اللي قاعدين نرى فيه ما يطمنش اليوم، اما نطلب اللي اليوم لازمنا معناتها نتجنب خاطر بالنسبه ليا هما ثم عده قضايا راه ولد الكانز وكان ثم امينه وثم عده قضايا اللي مازال معناتها ما تحسمتش راه بالنسبه للحريات، اما نفكر القضيه نتاع جابر اليوم اللي هو مسجون وعند غازي اللي هو معناتها ما عندوش الحق عنده خيفجيه بوليتيك اول وقت في تونس بعد ثوره. ونختم بهذا نقول احساسي سامحوني اللي انا من اللي صارت الثوره وصاروا تجاوزات وعمالي يصيروا تجاوزات نقولوا ممكن بعد الثوره وصعيبه الوقت الانتقال الديمقراطي وثم التجاوزات ام نجم نقولها وهذا قلتها ومشينا احنا كوفد حتى عملنا نحسوا الناس في اوسي بيان في تونس في الخارج نقول اللي انا احساسي شخصي ومانيش وحدي اللي رجعنا وين كنا وممكن أتحس مش ممكن أتحس من اللي وين كنا معناتها نوصلوا اليوم احنا اللي كنا ناضلوا عدة سنوات ضد نظام اللي استبداد نلقوا نفسنا وكان أملنا كبير بالنسبة للثورة بالنسبة للقضايا كما قضية جبر معناتها مش معقول الشي خلينا ومجد نخدم توا سامحوني اللي طولت لأن غير قضية حساسة معناتها اللي نحس اللي بعض الناس مقتنعين كيف سي عزيز كريشان مقتنع ورئيس الدولة وقت اللي قابلناه في رمضان وكلمناه على عدة قضية جابر كان مقتنع بها شنو اللي خليه يتخلى على معناتها الصلوحية اللي عنده واللي نجم هو يتصرف فيها كما يحب إلا كان مش عندها حسابات سياسية ونشوفوا اليوم السياسة اختار معناتها على الحقوق على المبادئ ضد الحريات وهذا خطير جدا ولازم نجندوا باش ندافعوا على جابر لأن بلاصته معانا ماهيش حبس وشكرا. ميرسي. نرجعوا للحكاية بعد ما شفنا عزيز كريشان زادوا شوية عودوا عايتنا لقصر عايتونا المستشار اللي لاهي بالحقوق متاع الإنسان سيتي شوية قبل 25 جويلية نقولنا احنا ذي الحكاية معنا عنا كل عنا توتنا شخص للعفو التشريعي يجي حاسيلو معنا نفس الحكاية دوسي مهم ولازم نعملو حاجة على خاطر لي ناسيون زوني وخاطر امنيستي وخاطر الرابطة وكلهم لفتو انتباهنا وعيب بعد الثورة وحرية التعبير ومكتسب مكتسبات الثورة سمعنا نفس الديسكور عدا عيد الجمهورية ما صار حدا شيء أما كنا ديجا ننتظر فيها خاطر وقتها سي عزيز كريشان لما حالي ماهيش توت سويت معناها ماهيش العيد الجاي مالي لا بلوزوموا العيد اللي بعد جاي عيد فرحنا قلنا سي جاي باش يعيد في دارهم مع أمه مع خويته نهارتها أخته تزيد شوية وتكلم بربي كان سمعتوا حاجة قولولنا فرحنا صارت الخمسة صارت الستة وديما ما صار شيء لا بعد الستة قلنا بون هذا ما صار شيء وما باش يصير حتى شيء جابر مازال في الحبس بعد عام ونص وقت جابر ما عمل حتى شيء ومازلنا ما نعرفوش علاش تطبيق عفو التشريع عام كيفاش يصير هذه عملية غامضة غير شفافة حتى المختصين كل يقولوا هذا العفو التشريعي العام ما ناش فاهمين كيفاش قاعدين يخرجوا العباد منشير قالوا لنا بقته مش في الحبس وقالوا لنا هو باش نسيبه ومنشير ما زال منشير كي نسمع الخطاب بتاع المرزوقي وخاصة الخطاب اللي عامله لنهار 14 أوت يحكي احنا دولة تحمي حريات وتحمي حقوق الإنسان وتعددية أنماط
ومن شيرة أخرى جابر في الحبس وغيره من الشباب مازال مستهدف بالحبس. وأكثر حاجة يظهر لي الدل اللي جابر مظلوم اللي غازي إلى عنده معناها لو ستاتيو دو ريفوجي بوليتيك عطاته له فرنسا وأمنستي اعتبرت جابر سجين رأي. دونك يظهر لي ما ثم حتى لص في القضية اللي جابر بلاست وماهيش في الحبس. ممكن المشكلة في الأول شوية توينس حطوا ريحوا في بقعة جابر. أما الحكاية بدأت مع جابر وباش تكبر وما زالت متواصلة. مست الفنانين متاع عبدالية وتواصلت وتعادت له للتنس وما زالت باش تتواصل وباش تكمل زيتا وتمس بالعلام. وهنا قاعدين نشوفوا هالأيامات اللي نحب قولوه اللي هما ينجموا يحبسوا جابر أما ينجموش يحبسوا فكرة وينجموا يحبسوا جابر أما ينجموش يسكتونا الكل على خاطرنا كنا جابر وباش نتكلموا باش ندافعوا على جابر وعلى حق كل تونسي في التعبير. ولهذا قررنا باش نعملوا كل شهر وقفة احتجاجية وباش نسميها حركة 13 مارس وباش نذكروا بجابر وبكل سجين رأي وباش نعملوا زيدا ديزاتولي بلوغينغ باش نعملوا ديزاتولي دو ستريت بويتري وتساوي شارع وباش نحسوا كل الشباب أهمية حرية التعبير. باش نحكيوا على جابر كلها في فيسبوك وفي تويتر وفي لي ميديا ناسيونو انترناسيونو وفي أي مهرجان متاع كاريكاتور باش نجبدو جابر. دايوغ لو بروجان سافا إتخ أون أكتوبر وباش نسخوا مع الجمعيات الحقوقية العالمية والوطنية وباش نعملوا حملات على نطاق عالمي ووطني وبنحكيوا على جابر ديجا كيف ما عملنا مع أمنستي في ماي وفي أبريل وماي 2013 على خاطر نكذبوا على روحنا كي نقولوا عملنا ثورة وجابر مازال في الحبس وكان لازم نتعداو إلى ضرب جوع ونساعدوا على الصعيد الوطني والصعيد العالمي باش نعملوا. وشو طب اذا كان عندكم اسئله صحفيين تفضلوا كل شيء واضح تفضل ماشي اي تفضل شنو هي البوزيسيون تاع الاوبوزيسيون باغ اكزومبل لي زوتر بارتي بوليتيك تفضل انا لامبرسيون كوم ماشي كوم كاين Alors, les deux autres parties, Liam ou Mal, Liam ou Bayenet ou Saint-Dougebre, vous Malmassar ou la Bacharbia. C'est à l'almi, ils ont vous Li ou aussi le Karas, le Karas. En fait, pour l'aspect de l'Ahlib, c'est le premier Massar à Djebre, on a pratiquement le tour de tous les parties. ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكونوا من اجل 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 ان يكونوا من العبيد ما هيش مشترحة بعد وإينا جو ما في با في قضية كما هكي وشوفناها الحكاية تعاود مع الكانس وشوية ومع أمينة خاصة اليوم الناس الكل اللي يحكيوا أمينة في أمينة وشان وكانت شغلة والحكاية وكانت شاكة دونك معناتها مازلنا كما قالت نادر ديجا من بكري معناتها الحسابات السياسية للأسف تغاط ياسر وخليت انه معناتها ننساو الحرية وحقوق الانسان اللي هي في الاصل معناتها هي اللي تنجم تضمن لنا تواصل الثوره في تونس والانتقال السياسي ان شاء الله يكون ديمقراطي. ميرسي نحب نفكر زاده انه نحن في الحملات اللي قاعدين نعملوا فيها مسانده من امنيستي انترناسيونال برشا جمعيات حقوقيه اخرى على الرسائل اللي تنجم تبعثوهم للجيل المجري واللي تلقى ديجا برشا رسائل من تونس ومن خارج تونس خاصه من خارج تونس للاسف. الدعم معناتها المعنوي لجابر خاص سي تخي تخي امبورتون. الضغط اللي قاعد صاير اليوم على جابر وعلى عائله جابر وعائله غازي زاد غازي بيج وهو زاد في فرنسا
قد معناتها يعاني في اثار نفسيه كثيره برشا اليوم اللي شافوا معناتها جراء المحاكمات والهزله معناها اللي عاشها. اليوم لازم اقل حاجه اضعف الايمان تصير مسانده نفسيه للجراء جابر الماجي والغاز بيجي في فرنسا. لجنة المساندة ما عندهاش الحق باش يزوروا، ثم يا اما العائلة والا ليزافوكا اللي عندهم الحق باش يزوروا جابر. احنا عندنا كونتاكت مع اخت جابر ومع عائلة جابر، هما يزوروه كل جمعة واحنا ناخذوا معناها كيف نكلموا اخت جابر وهي تحكي لنا ولا تقول لنا كانوا معناها شنو صاير ولا كيفاش. تعطي المعلومة. ترى احنا ما عندناش حق. Je pense que c'est très très important de savoir les détails, d'avoir les détails. Et donc, ce sont deux jeunes qui, sur le média, Hassan Al-Hamsni, Min Ismiyin, Min Talfin, etc. C'est le film, alors, mais je parle de Martajam, mais je ne comprends pas aujourd'hui. بعد المعتجم بشنو اللي صار؟ اللي صار هو انه فما استاذ محامي عنده طموح سياسي زايد شويه على الدوم، حب يعمل دوسي يحسن به علاقاته مع السلطه. وقابلته انا شخصيا المحامي هذايا في متقابله انترفيو نتاعو على البلوك نتاعي ولا على البلوك مع جيش الميجي. الشخص هذايا المحامي الشيخ الزويلي، لقبته الزويلي. المحامي هذايا استفز جابر وقال له انتي ومعتقدك ومعتقداتك ومنش براجل شهر شنار ما طواش عليكم من بين السلفيين اللي حاصلوا فيه. المحامي اللي فع قضية في 24 ساعة تعدى جابر المجد قدام المحكمة، والبوليس اللي كما كل عادة اللي يتفاد معنا تستثنى بها يمشي ياخو جابر على اساس مش يحميه من السلفيين اللي مش يقتلوه. تعرض معنا تهديدات من قتل جابر هو عائلته وغازي بيجي كيف كيف، والبوليسية دخلوا في اخر لحظة وزعما منعوه باش ما يقتلوه سلفيين. تتقلب المسألة وتولي محاكمة في 24 ساعة باش عامل كل حد يسمع ويتحكم جابر سبع سنين ونص. والحكاية ما وصلتش لهذه المعركة، هدوا حتى المحامين اللي حبوا يترافعوا على جابر في المحكمة في المهدية، الناس كل يعرفوا بعضهم. حاصروا العائلة بتاعه وخويته جابر وغازي إزوز. نعم؟ والله فما معناتها السلبيين من الطرفين السلفيين، فما كيما قلت معناتها تلقى زاد انترفيو مع إمام سلفي اللي من غير معناتها معناها قدام الناس الكل يحكي قال انا حرصت على جابر في الجوامع وانا نحكي على جابر وغازي خاطر اخترع المجتمع اكسترا اكسترا، معناها ما عنده حتى خلق في الموضوع مستعرف على روحه امور واقع. والثاني حاجه بعد شو صار بعد وصلوا هدوا حتى في الحبس جابر، فما الاعترافات نتاع السيد معناها الامام الجامعه مبروده حتى توا وصلوا هدوا قالوا له راه نحن باش ننفذوا فيك معناتها حكمنا بما انهم هما يمثلوا الله على الارض. فمعناها هذايا كله يفسر انه فما مسائل اللي ممكن نقولوا نحن عندها جذوبات سياسية اكسترا، أما فما إن ديفيرونس كبيرة في القضاء. وكلنا نعرفوا إنه راه مشكلتنا اليوم استقلال القضاء، ومش من المعقول إن واحد يتحكم بمجلة الاتصالات اللي هي معناها مجلة الاتصالات نورمالمون بن علي مشيت معاه، مجلة الاتصالات عملها بن علي باش يجمع الحريات ما أكثرش.
تتنفذ اليوم أكثر عقوبة وما يتكلم حتى حد. هذا حاجة مش معقولة ومن فوق من هذاك العظيم. هذا مش كان يتحبس جابر لكن يتعرض بعائلته وتتهرس عائلته وعائلة غاز كيف كيف أنا وصلت معناتها عائلة غاز الشهرين الولاني ما ينجموش يخرجوا من الدار يشريوا باكيت مش يرعى الحومة. والناس هذوما اللي يبسوا في الفتنة كما هما يتهموا فينا يبسوا في الفتنة معناتها سايبين في الشارع ويحصلوا على مناصب في الدولة ومن غير حتى عليها محاسبة. فهذه مش معقول. نجم تلقاني ديتاي هما كل في الدوسي دو بريس اللي حاطينهوني وعلى البلوغ تاع في jaber.blogspot.com. هو في الاول كان تعب ياسر جابر في الحبس خاطر ديجا مش فاهم هو في الحبس. في الاول كان عليه ضغط كبير ياسر معنويا وسما مره سمعنا بيه رز بالقال بالجرب دي حاجه عادية في الحبس اي انا حاجه اسف بعض معناها بالحمايه المسانده من امنيستي والرابطه وكل شيء قالوا حسموا من كيفاش لي كونديسيون دو ديتون من ظروف من ظروف الايقاع ما عنديش فكره كبيره على شنو صاير مع جابر في السجن. للأسف وزارة العدل يعني في تونس حتى فيما يخص الجمعيات نعرف أن الجمعيات اللي عندهم انتماءات سياسية وفكرية معناتها معينة يفضلوا فيهم على حساب جمعيات أخرى ومسكرين كما العادة معناتها البيبان مع الحوار مسكر ما نجموش نعملوا خدمتنا كما يلزم. للأسف مع مازال نفس المماسات هي اللي يحبوا يدخلوا للحبس يدخلوا وشوفنا نحن برشا مقابلات صارت مع سجناء معينين جمعيات تدخل وجمعيات لافة لكن ماناش مسلمين وناس يعرفوا الكل حتى مدير السجن في المهدى يعرف اللي جيب الماجي مش كيما أي سجين سجين راي ويتحمل مسؤولية حملناه المسؤولية إنه تصير أي حاجة جيب معناتها وزارة العدل تحمل مسؤوليتها وكل معناتها السلطات المختصة تتحمل مسؤوليتها في هذا. خاطر ديال السجين سجين خاص سجين حق عام حكومة جماعة الحق عام ميماجيني انتم مع الحملة على جابر الحملة من العلم جابر شنو جابر انا اللي كالفي كما اوتون كونسيناتي وجي ايميل يقول احنا مش نتابعوه وتحط حتى مع حق عام على الناس اللي تاع الشرار تاع واحد وكل شيء راهو ليماجيني با اللي الانسان اللي داخل الحبس خاطر يشرب شراب ولا في السرقه ولا حاجه كي تقول له راهو عليك واحد كافر كي بو با لي تويي لا بروف كو جابر الى اي دي بروبليم في الحبس لان كون با دي بروف براتيك سي كو جابر الى اي دي ترونسفيري من سوم شومبر نتاعو مشى شومبر واحده اخرى مع دوا بوليسي دونك معناها الحبس بيدو نتاعو ولا ريستوران باش يبعثوها لجماعه الحق عام دونك مي على حياته ويا ان دونجي هو الحبس على حياته ويا ان دونجي Les climats, exemple à la situation. Asie, BJ était attaqué, je m'en dis, ma petite fille, mais il y a un minimum de sécurité, de sécurité. On a un qui m'a pas fait. Il y a quelque chose qui a été fait. Il y a un peu de temps.
ونحن عندنا مشكلة مع الإعلام في تونس اللي ما يحكيش ما يحبش يحكي في الحكاية هذية بالرغم أنه نتصور مع بعض بعض الجامعية وإنها كثافية ما عادش فما حتى قيود الحمد لله على الصحافة ما عادش فما حتى معناتها بمعنى أنه الصحافة يختار المواضيع اللي يحكي في وسائل الإعلام توصل معناها للرأي العام.